وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تلقاكم أخبارنا اليوم، ونحن معها بأتم الصحة والعافية. طبعا خبر اليوم هو قائم على النص القانوني للمادة 3 و4، القانون الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، على وجوب تمثيل الغرفة لقطاعات التجارة والصناعة والخدمات لدى السلطات العمومية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية، وكذا لدى المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في المجالات المتعلقة بمهامها، ووجوب استشاراتها في كل القضايا التي تهم قطاعات التجارة والصناعة والخدمات. ولكن في هذه الحالة، في حالة عمدة الرباط، تقصي الغرفة التجارية بالرباط من التشاور بخصوص الأزمة، أزمة المقاهي والمطاعم للأسف الشديد. راسل حسن الصاغي رئيس غرفة التجارة والصناعة بالرباط رئيسة المجلس الجماعي أسماء غلالو، منتقدا تجاهلها للغرفة التي تعد الممثل الشرعي للمهنيين حسب القانون الذي ذكرت سابقا، بعدم دعوتها لحضور بعدم دعوتها لحضور الاجتماعات واستشارتها في القضايا التي تخص منتسبيها. يأتي ذلك في ظل الأزمة التي يعيشها مهنيون وأرباب المقاهي والمطاعم عقب المصادقة على قرار الرسوم الجماعية لاستغلال الملك العمومي، حيث تم عقد اجتماع من طرف رئيسة المجلس مع مهني القطاع دون توجيه أي دعوة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سالة القنيطرة بصفتها مؤسسة شريكة، رغم مطالبة المهنيين لها بإشراك كافة المؤسسات في هذا النقاش بما فيها الغرفة والمجلس ومجلس المدينة وإلى الجهة. وعبر رئيس الغرفة على أسفه الشديد لهذا الخرق الواضح للقوانين المنظمة وعدم استشارتهم في القضايا التي تمس منتسبي الغرفة، هذه الأخيرة التي تطلع بدور مهم لتمثيل وتأطير قطاعات التجارة والصناعة والخدمات. إلى هنا انتهى خبرنا، ونأمل أن نلتقي في خبر جديد وجميل. إلى الملتقى.